بسم الله الرحمن الرحيم. ناس كتير جدا عايزه توفر في الكهرباء، اصبحت غاليه والشرايح بتاعتها غاليه، بيركبوا الواح شمسيه برضو غاليه عليهم، بس نزلت الواح شمسيه جديده بقى بتدي ضعف الطاقه، ضعف الطاقه بجد تمام، والالواح بتاعتها ارخص. ازاي دوت بقى؟ هقول لكم دلوقتي ان في شركه صينيه تمام، شركه صينيه انجليزيه عملت الواح شمسيه هتبقى يعني زي ما بتقول ايه، هتلغي الموضه القديمه بتاعت الالواح اللي فاتت دي تمام. الفريق الباحثين دول اعلنوا عن نوع جديد من الالواح المعدنيه تمام، التكاليف بتاعتها اقل بكتير. ليه التكاليف بتاعتها اقل بكتير؟ هقول لكم عشان صناعتها ما تكون من ايه دلوقتي تمام، بتقلل التكاليف تمام. والشمسيه التقليديه اللي احنا عارفينها دي بنسبه 70%، يعني ايه؟ اللوح ده بيتكلف مثلا 10,000 جنيه، لا يتكلف 7,000، بيكلف 1000، لا بيكلف 700. يبقى معنى كده ان هندفع اقل 30%؟ اه طبعا. وبتقلل بنسبه 70%؟ اه 70% تمام. ليه؟ ايه اللي حصل؟ بتم صناعتها من انابيب الكربون النانونيه بدل من السيليكون. ليه الكلام ده؟ عشان تقلل التكاليف. انت اكتر من كده؟ اه طبعا. وكها كمان مهمه جدا ان كفاءتها بتكون يعني احسن من موضوع السيليكون ده بكتير، لان السيليكون ما بيعيش زيها، هي بتعيش اكتر منه، ودي حاجه كويسه جدا. زائد هنا لما تيجي تنتج كهرباء بتنتج لكل متر مربع 360 واط لكل متر مربع، لكن تعال بقى شوف السيليكون كان بينتج ايه؟ 200 واط لكل متر مربع. ودي موضوع مهم جدا. ليه الكلام ده بقى؟ لان انت عندك هنا يا صاحبي، بص ايه اللي بيحصل. احنا عندنا هنا دي الالواح الشمسيه تم المزدوجه الجديده، هي دي بقى، ده بقى الموضوع. الالواح الشمسيه المزدوجه دي مالهاش دعوه ابدا بالالواح الشمسيه اللي هي العاديه التقليديه اللي احنا عارفينها، لا، المزدوجه دي من قدام كده، الشمس تيجي مثلا قدامها تاخد منها، الشمس تيجي من ورا تاخد منها، في كل الاحوال بتسحب منها طاقه، وده اللي بيخليها لكل متر مربع تنتج 360 مش 200، مش عشان حتى الخامه اختلفت. عشان كده يا صاحبي بقول لك لما تيجي تبص للنوع القديم ده اللي خلاص ما اصبحش النهارده تكاليفه عاليه وحمله كمان تقيل على فكره على اي سطح، لا تعالى بص هنا بقى بيعمل ايه؟ بص هنا بيديك طاقه عامله ازاي؟ اكبر بكتير واحسن بكتير. يا ترى الثوره دي هتستمر لغايه ما تتطور اكتر مع حتى الكرات اللي اعلنت عنها في الفيديو اللي فات ولا لا؟ هشوف الكلام ده في المستقبل، بس هم خلاص بدأوا ينزلوا منها في بعض البلاد، وهتنزل ان شاء الله قريب هنا كمان. شكرا لكم.